تتحسر على الشباب. إذا نشوف الشباب هي مرحلة ذهبية يتمناها الصغير ويبكي عليها الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، والله ما شاء الله، حاجة تفرح. وهذا هو الدور الحقيقي للإمام، أنه يخرج الشارع ويدعو الناس، ماشي محصور في المسجد. أخرج ادعو الناس، الناس هاي برا، الناس هذوما العاصين ما يجوش الجامع، الناس العاصين برا. روح خرج، أخرج، ديروا حلقات، ديروا دروس، ديروا، شجعوا الشباب باش يتوب. والله بارك الله فيكم، وإن شاء الله يعني ماذا بيا نوجه نداء لكل أئمة القطر الوطني وكل إخوة يعملوا بمثل ما عملوا هؤلاء، يخرجوا برا الشارع يدعو الناس. حتى عندي ملومة على الإخوة السلفيين، الله نلومكم في حاجة، اسمحوا لي. ثم ما شاء الله عقيدة وده، ولكن في حاجة أنه نحسكم يعني الناس المتمكنة، مش متمكنة على إنسان عادي طالب أو إنسان جديد في الالتزام، نتكلم على الناس اللي راسخة شوية في العلم، قاعد يشنب الناس. ما تشنبش الناس، تخالط مع الناس، خالط الناس، سي يفيد الناس. إذا عندك أنت علم فيد الناس، ماشي تخلي روحك محصور وعندك العلم وحدك. كاين ناس والله ما تعرف حتى الصلاة، ما تعرف أركان الصلاة، ما تعرف كيف يكون الوضوء، ما تعرف حتى حاجة، محتاجة إيمان كيما أنتم ما تورونا. ربي يقدركم إن شاء الله.